هي منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية في 2014 دائما ما كان يؤكد ويتحدث عن طموحات جادة لتمكين الشباب والمرأة. ولأول مرة وتنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تعيين أول 11 سيدة في النيابة العامة، وده أكيد انتصار كبير للمرأة واستكمال لسلسلة الإنجازات اللي حصلت عليها في السنين الأخيرة. في انتصار جديد للمرأة واستكمالاً لسلسلة طويلة من الإنجازات التي حصلت عليها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق المجلس الأعلى للقضاء على طلب المستشار النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021-2022، مع إلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة. تعد تلك الخطوات انتصاراً عظيماً للمرأة، يضاف لسلسلة الإنجازات التي حصلت عليها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه في 9 مارس الماضي وزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة تفعيلاً للاستحقاق الدستوري. كما وجه الرئيس بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلاً كاملاً، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون أي تمييز ضدها. كان للتوجيه الرئاسي رد فعل سريع من جميع الهيئات القضائية تعبيراً عن احترامهم للمرأة ودورها وتفعيل الاستحقاق الدستوري بعدم التمييز وفتح باب التقدم للجهات القضائية بالتساوي مع الذكور. ويعد تمكين المرأة في العمل القضائي له أولوية، حيث إن القاضيات أثبتن جدارة في تولي الوظائف القضائية والإدارية، كما أن المرأة متواجدة بالفعل بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العادي، وكذلك بالمحكمة الدستورية العليا.